متابعي المربد اثناء جولتنا بمنطقه المطيحه، مواطن قال عندي مناشده اريد اوصلها من خلال المربد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك. الله يحفظك. احنا طبعا جاي نجري جوله خاصه، لكن انت استوقفتنا وقلت اريد صوتي يطلع من خلال المربد، عندي مناشده. والله نعرف المناشده من خلالك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا مواطن محافظه البصره، اي ابا عن جد على البصره. عندي هذا ابني بي سرطان. يد العافيه. اي وتعرف البي سرطان بالبصره، البصره كثرت يعني امراض سرطان كثرت يعني. والعلاجات تعرف انت علاجات ماكو، طب المستشفى واطلع هاي بس يقضوا عليك. وشلت الكلى مالته، وهسه الكلى مالته هم تعبانه. وانا مواطن يعني لا املك لا شغل، لا املك راتب رعايه، ولا املك وظيفه، ولا املك سكن. وانا من البصره يعني. يعني ناجي بالمستشفى، مستشفى الطفل يعني. هو بالمستشفى الطفل، بس مستشفى الطفل يعطونا بس كيمياوي. يعني كيمياوي بس يعطونا كيمياوي. ينام بالمستشفى فتره وطلعوه يعني. ينام وينام فد 20 يوم ويطلعونه، ينام فد ياخذ له 5 ايام. قد عمره الله يخليه. 7 سنوات عمره. زين عدي من زمان. من زمان اي من زمان هو، وماكو لا له راتب، لا له رعايه، لا له فد شيء يعني كل شيء. سرطان بالكلى. وهسه صاعد على الريتين وشلت الكلى مالته. وين العمليه مالته بعدها؟ هاي وكل شيء ما املك، لا املك لي راتب رعايه ولا املك سكن ولا هاي، كل شيء ما عندي. يعني بدي توصل صوتك للجهات المعنيه بخصوص علاج، بخصوص شنو؟ والله ناشد اسعد العيداني بوع الحالتي، يعني انا حالتي تعبانه، كل شيء ما املك يعني، اريد اشوف لي صوره حل. صوره حل يعني باب رزق شنو اللي عندك؟ ما عندي شنو، عندي ستوته لبيه كراتين بعت اشتريت علاجي، لا ظل قاعد بطال لا شغل ولا عمل. هاي هسه دينت لي 5000 بدي اشتري لي عصاره. لين حلقه مطقق. هاي مشكله. ابو من؟ انا ابو سجاد. ابو سجاد، ان شاء الله راح ننقل صوتك والصوره الى الجهات المعنيه، اتمنى يوصل بشكل ايجابي ان شاء الله. شكرا جزيلا وعند والعافيه ان شاء الله عند ابنك، الله يحفظه لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.